يواصل المترشح الحر عبد المجيد تبون حملته الانتخابية لليوم 16 ليحل هذه المرة بولاية سطيف، أين تعهد بدعم وتطوير قطاع الفلاحة واقتصاد المعرفة بهدف التخلص من التبعية الاقتصادية للمحروقات وكذا خلق مناصب شغل جديدة. أن من سطيف نتمنى باش كذلك اقتصاد المعرفة الستارت اب باتفاق وباتصال مع الجامعة التكنولوجية تاع سطيف تكون الانطلاقة منا في اقتصاد المعرفة حتى نصبح تدريجيا نعوض هذا البترول اللي هو نعمة حقيقة ما يكاد يكون نقمة علينا كذلك. تبون جدد من هذه الولاية التزامه باستحداث بنك يتولى دعم ومرافقة المشاريع الاقتصادية لمؤسسات الشباب، مع إعطاء فرصة أخرى للشباب الذين فشلت مشاريعهم الممولة بمختلف السياق التي تضمنها الدولة في إطار التشغيل، مؤكداً أنه ليس ضد الاستيراد المعقول لكنه ضد استيراد الكماليات التي تستطيع الجزائر إنتاجها. لي دار مشروع وما نجحش نعاود نعطوه فرصة باش يعاود ينجح. أنا طلبت من الجزائريين فقط أن الكماليات نصنعوها إحنا، عندنا قدرات، عندنا 150 ألف 200 ألف جميع راه تخرج كل عام، قادرين يديروا مخابر، قادرين يديروا مصانع. المترشح تبون تعهد في حال انتخابه رئيساً للجمهورية بدعم استقلالية العدالة، داعياً إلى ضرورة التصويت بقوة يوم 12 ديسمبر القادم بهدف الحفاظ على استقرار البلاد.